وللحديث أكثر عن استغلال الكتل السياسية والأحزاب لملف حمايات المسؤولين في البلاد لصالحها وسط الانتقادات المرافقة لتضخم أعداد الحمايات، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مساء الخير. حياكم الله، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. الحكومة اليوم تتحدث عن تحميل ميزانية الدولة كلفا مادية كبيرة بسبب تخمة أعداد الحمايات الخاصة، هل يكفي هذا الإقرار برأيك؟ من أعطاهم هذا الضوء الأخضر؟ الحقيقة أولا، من أعطاهم هذا الضوء الأخضر هي السلطات التي تعاقبت على العراق بعد احتلاله سنة 2003، وبالتالي كل هذه السلطات التي اشتركت في هذه الجريمة وفي غيرها هي المسؤولة عن استمرار هذا العدد الكبير من الحمايات، وكثير منهم فضائيون يستنزفون أموال العراقيين، فهي مسؤولة. جميع هذه السلطات مسؤولة عما جرى. أما الإقرار الحكومي الآن وما يزعم من إجراءات في هذا الصدد، أنا أعتقد أنها محاولة من محاولات تجري منذ بضعة أشهر لتزويق وجه سلطة محمد الشياع السوداني، وهي سلطة ضالعة في كل الجرائم التي حصلت في العراق، سواء بشخص رئيس وزرائها الذي كان وزيرا في سلطات سابقة أجرمت بحق العراقيين وأثخنت فيهم، أو من خلال وزراء آخرين، وبالتأكيد من خلال تشريعات وإجراءات وأجهزة أمنية وعصابات ميليشياوية تمارس إجرامها بحق العراقيين. طيب، هنا هل ستسمح الأحزاب وخصوصا المتعلقة بالإطار التنسيقي لحكومة السوداني بتقليص أعداد عناصر حماية المسؤولين إذا كانت الحكومة جادة بذلك؟ أولا، هذه السلطة وليست الحكومة، هي نتاج لقرار اتخذته ميليشيات الإطار التنسيقي، سواء منها عصائب أهل الحاق أو بدر أو ميليشيات حزب الدعوة أو كتائب حزب الله أو غيرها، وبالتالي فهذه الميليشيات هي قوام هذه السلطة، وهي من يدعمها وهي من أوجدها بالأساس. بالتالي لا يمكن لهذه السلطة أن تتصرف خارج إطار رؤية الميليشيات وقرارها وإجراءاتها، وبالتالي ما تتخذه هذه الميليشيات هو ما يجري في الحقيقة وما ينفذ في الواقع، وليس ما تزعم به جهات في السلطة. وكما قلت، هي محاولة من محاولات عديدة لتزويق وجه هذا النظام وهذه السلطة الإجرامية، بغية تسويقها محليا وعربيا وإقليميا ودوليا. بالحديث عن واقعية ومنطقية الأعداد، لماذا يحتاج هؤلاء المسؤولين لهذه الأعداد الكبيرة من عناصر الحماية وسط حديثهم عن إعادة الاستقرار الأمني في البلاد؟ هذه جزء من محاولات السطوة الفارغة. هؤلاء لا يتمتعون بأي مقوم من مقومات السلطة الحقيقية، ولذلك هم يلجؤون إلى نوع من الاستعراض الفارغ من خلال مظاهر القوة التي تقوم بها، وهي قوة مستفزة حقيقة للمواطن العراقي. تقوم بها هذه العناصر من خلال أعداد السيارات المتضخمة ورفع السلاح بطريقة مبالغ فيها، وأعداد الحمايات الشخصية التي يعني تمشي وتسير مع الأشخاص المسؤولين. ثانيا، هذه وسيلة من وسائل نهب المال العراقي والفساد والإثراء غير المشروع على حساب أموال العراقيين، لأنها تستنزف أموالا طائلة جدا ومهولة في الحقيقة. لو حصينا هذه الأموال التي استنزفت لأغراض الحماية منذ احتلال العراق وحتى الآن، لوجدنا أنها بمبالغ مهولة جدا. يعني بالإضافة إلى أن الأعداد كبيرة، هناك كما ذكرت في بداية السؤال الأول أن هناك فضائيين وهناك عناصر حماية وهمية يكلفون خزينة الدولة ملايين الدولارات سنوياً.
نعم، لأن كما نعلم أن وكما ذكرتم في ثنايا التقرير الذي عرضتموه قبل قليل، كثير من أفراد الحمايات المسجلين هم أشخاص من أقارب هؤلاء المسؤولين المعنيين، وبالتالي يسجلون أسماءهم للحصول على رواتب ومميزات معينة، ولكنهم في الحقيقة معظمهم لا يمارس دوره أو واجبه الوظيفي أو الأمني بشكل حقيقي، وإنما تنزل هذه المستحقات في حسابات المسؤول المعني نائبا كان أو وزيرا أو بدرجات وظيفية أخرى مستشارا أو غير ذلك، وبالتالي فهي ما قلنا وسيلة من وسائل الإثراء غير المشروع ونهب أموال العراق واستنزاف ثروات الشعب. بالعودة إلى التكلفة المالية لهذه العناصر من الحماية، ألا ترى أن هناك ازدواجية لدى الحكومة، ليست هذه الوحيدة طبعا، لماذا تأخرت بطرح هذه القضية في وقت تتجه فيه الحكومة اليوم إلى زيادة الضرائب رغم الأزمة الاقتصادية، وتضيق الخناق على المواطنين وتزيد من المبالغ الضرائب المستحصلة؟ يعني هذه السلطات وجدت من قبل المحتل الأمريكي والمحتل الإيراني لتدمير العراق ولإيذاء شعبه، وبالتالي فهم لا يعني يوفرون وسيلة للإيذاء إلا استخدموها، ومنها عملية فرض الضرائب والرسوم والتدهور المريع في الخدمات. اليوم هناك انطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هناك انقطاع للمياه الصالحة للشرب على مساحات واسعة أو أجزاء واسعة من العاصمة العراقية، هناك تدهور في كل الخدمات، في حين يجري استنزاف الأموال على مجالات أخرى غير حقيقية ولا قيمة لها، ومنها مسألة الحماية الشخصية. والحقيقة الأسوأ والأنكى أن هذه الحمايات لا تفرض للمسؤول فقط أو لا تخصص للمسؤول فقط، وإنما تخصص لزوجته أو زوجاته، وربما حتى لمحظياته وأيضا لأبنائه، وبالتالي فهي تتضخم بشكل كبير يتناسب طرديا مع موقع هذا المسؤول المعني وسطوته في أجهزة النظام. تأكيدا لهذا الكلام، وزارة الداخلية تتحدث عن نحو 15,000 منتسب أمني ما بين ضابط وعناصر يخدمون السياسيين، ما خطورة مثل هذه الأعداد الكبيرة من عناصر الحماية، ولا سيما في ظل ترسانة السلاح الموجودة لدى الأحزاب خارج سلطة الدولة؟ أرقام أكبر من هذا بكثير جدا، ومع ذلك أيا تكن الأرقام فهذه ميليشيا جديدة أو ميليشيات في الحقيقة جديدة، تتبع كل واحدة منها مسؤولا معينا أو حزبا معينا أو عصابة إرهابية معينة، وبالتالي فهي عامل أساسي من عوامل يعني توتر الوضع الأمني وتدهور الوضع الأمني بالحقيقة، وليس توتره فقط، وأيضا من عوامل انتشار السلاح وفوضى انتشار السلاح المقصودة في العراق يعني منذ 20 سنة مرت على البلد بعد الاحتلال. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.